نستهل جولتنا عبر الصحف الصادرة اليوم ببلدان أمريكا الجنوبية بيومية لا ناسيون التي كتبت أن الأرجنتين ستنظم الأحد المقبل أول انتخابات في خضم وباء كورونا، لافتة إلى أنه في إطار فرض الاحترام التام للبروتوكولات الصحية المعمول بها، فإن ساكنة ريو كوارتو عاصمة إقليم قرطبة ستصوت على مدى 6 أيام لاختيار عمدة جديد للمدينة. ودعي إلى هذه الاستحقاق تضيف الصحيفة 136,000 ناخب، مذكرة بأن المدينة سجلت 9,200 حالة إصابة بالفيروس منذ مارس الماضي. وإلى البرازيل، حيث أفادت يومية فوليا دي سان باولو استنادا إلى سلطات ولاية سان باولو بأن الاختبارات السريرية للقاح ضد فيروس كورونا الذي يطوره المختبر الصيني سينوفاك وصلت إلى مرحلتها النهائية ويمكن البدء في التلقيح اعتبارا من يناير المقبل. وقالت الصحيفة أنه في حال احترام الجدول الزمني تأمل السلطات الصحية في سان باولو أن تكون 46 مليون جرعة من اللقاح جاهزة بحلول يناير لبدء حملة التطعيم في الشهر نفسه، مشيرة إلى أن 120 ألف جرعة من هذا اللقاح وصلت إلى سان باولو الأسبوع الماضي بموجب اتفاق بين حكومة الولاية ومختبر سينوفاك. وفي البيرو، أفادت يومية لا ريبوبليكا بأن الفريق الحكومي بقيادة فيوليتا بيرموديز سيتوجه خلال الأسبوع المقبل إلى البرلمان لطلب الثقة. وأضافت الجريدة أنه بعد اجتماع عقد أمس الاثنين، اتفقت رئيسة الحكومة ورئيسة البرلمان ميرتا فاسكيز على مثول أعضاء الحكومة أمام البرلمان يومي الثالث والرابع من دجنبر المقبل. ونختم جولتنا عبر جريدة الميركوريو التي أفادت بأن لجنتي المالية والتشغيل بمجلس الشيوخ الشيلي اتفقتا على التصويت اليوم الثلاثاء على المشروع الذي قدمته الحكومة بشأن سحب 10% للمرة الثانية من مدخرات صناديق التقاعد الخاصة. وقالت الصحيفة أن غالبية أعضاء مجلس الشيوخ أكدوا دعمهم لهذا السحب ووضعوا شروطا لدعم مشروع الحكومة.